استهجن مواطنون من مدينة الموصل عدم إعلان مدينتهم منطقة منكوبة، مطالبين بإخراج الجثث من تحت أنقاض المدينة القديمة ورفع الأنقاض عن الجانب الأيمن المدمر بالكامل. احنا مو ضد انه تل احفر تكون مدينه منكوبه، هم اخواننا وهم تاذوا من الدواعش، بس خلي ينظر السياسيين المواصله اللي انتخبناهم اللي وصلناهم سده الحكم ينظرون للساحل الايمن للايسر. الايمن ما يعتبروه منكوب، يعني وين اي بكل القيم بكل الاخلاق بكل هذه، الايمن هو المنكوب 100%. نطالب منهم يعلنوها مدينه منكوبه، يعني جثث تحت الانقاض. اي نعم زين، لا يوجد حياه، لا كهرب، لا ماء، زين وين اللي انتخبناهم؟ وينهم؟ كلهم ما موجودين بالمحافظه اصلا، كلهم خارج المحافظه. فنطالب منهم يجون زين يقدمون شيء لهالناس، زين الناس تعبت، الناس بالخيام، زين لا بيوت لا مأوى لهم. ليش يفرقون بين منطقة ومنطقة؟ فالموصل كلها تعتبر منكوبة. فناشد رئيس وزراء وناشد البرلمانيين وخاصة الأستاذ الجبوري رئيس البرلمان أن يأخذ بنظر الاعتبار بأن الموصل منطقة منكوبة، وخلي يجون لحد الآن الموصل أنقاذ أنقاذ أنقاذ، عوائل بيوت تهدمت عليهم وعوائل انتهوا وعايشين بالعراء.